بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله أوقاتكم بكل الخير متابعيني الكرام متابعي قناة يوميات دودو الخشاف ويميش رمضان. تعالوا النهاردة مع بعض أعرفكم على طريقتي في عمل يميش رمضان. أنا معايا هنا 100 جرام من كل حاجة، معايا 100 جرام من التين المجفف، ومعايا 100 جرام من القراصية المجففة، و100 جرام من المشمشية. كمان في معايا هنا نص كوباية الصغيرة دي، علشان أصلا الفواكه دي كلها المجففة بيبقى نسبة السكر فيها عالية جدا، فأنا مش محتاجة إن أنا أسكرها أكتر من كده. ومعايا كمان هنا نص لتر من المية المفلترة. حابين تضيفوا أي نكهات تانية، تضيفوا فانيليا، تضيفوا ماء زهر. طيب انا طبعا الفواكه دي كلها انا غسلاها في حاجة. اول حاجة بضيف هنا في الحلة المشمشية، 100 جرام من المشمشية، ودي هضيف عليها زي ما قلت لكم 100 جرام من كل حاجة، هضيف عليهم نص لتر تقريبا من المية، وهرفعها على النار، هغطيها وارفعها على النار مدة 10 دقايق بس. في خلال ال10 دقايق هجهز التين عندي، بشيل العرقوب اللي هو الناشف من تحت دوت، بشيله لانه حتى لما بيتسلق او بيتنقع في المية للأسف بيفضل ناشف زي ما هو. وهقسم كل واحدة على قطعتين، على قطعتين، على ثلاثة، على اربعة، زي ما تحب. تمام. طيب بعد ما تنتهي ال10 دقايق على المشمشية هضيف مباشرة القراصية والتين بعد ما اقطعه، وطبعا معاهم السكر واي بقى حاجة تانية انتوا حابينها، حابين تضيفوا ماء زهر، حابين تضيفوا فانيليا، ده بيبقى في ال5 دقايق الاخير. يعني عايز اقول لكم ان الفواكه المجففة دي كلها ما بتاخدش على النار وقت اكتر من 15 دقيقة. اضفت هنا كل المكونات، وبعد مرور الربع ساعة شوفوا ما شاء الله الفاكهة المجففة كلها، الفواكه كلها انتفخت وحجمها تضاعف. بغطيها وبسيبها لحد ما تبرد تماما وتاخد برضو من درجة الحرارة يعني، وبعد ما تبرد خالص هنقدمها مع بعض ونشوف شكلها النهائي. اتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم. القاكم ان شاء الله في فيديو اخر. كل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.